السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي مع مراجعة علوم اختبار شهر أكتوبر 2025. يلا بينا نبدأ أسئلتنا النهاردة، مراجعة شاملة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو ما كنتش لسه اشتركت في القناة يلا بسرعة اشترك فيها عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. نبدأ مع بعض السؤال الأول. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. درس العالم خواص العناصر بالأشعة السينية، والإجابة موزلي. خصص العالم موزلي مكانا أسفل جدوله لعناصر اللانسنيدات والأكتينيدات. أول من قسم كل مجموعة رئيسية إلى مجموعتين فرعيتين هو العالم مندليف. ترك مندليف فراغات في جدوله الدوري، لماذا فعل مندليف ذلك؟ لتوقعه بوجود عناصر غير مكتشفة. رتب العالم موزلي العناصر ترتيبا تصاعديا حسب أعدادها الذرية، لأنه اكتشف أن دورية خواص العناصر ترتبط بأعدادها الذرية وليس بأوزانها الذرية. الجدول زي ما انت شايف اللي قدامك دوت، بيقول لك الجدول ده بتاع مين. طبعا بتبص تلاقي كده العناصر بأرقام عشرية، وده معناه ان ده الجدول الدوري لمندليف. تضم المجموعة الصفرية الغازات الخاملة. رتب العالم العناصر حسب زيادة الكتلة الذرية، وترك أماكن شاغرة في جدوله أو حسب الوزن الذري، هو العالم مندليف. اختر العبارة غير المناسبة. تنبأ باكتشاف عناصر جديدة، صحح الكتلة الذرية لبعض العناصر مقدرة خطأ، أضاف المجموعة الصفرية إلى جدوله وترك خانات فارغة. طبعا دي تبع موزلي والباقي كله تبع مندليف. قام بدراسة الأشعة السينية، أول من أطلق مصطلح العدد الذري، رتب العناصر حسب الوزن الذري، أضاف الغازات الخاملة إلى جدوله. طبعا دي تبع مندليف اللي هو رتب حسب الوزن الذري والباقي تبع موزلي. عدد العناصر في جدول مندليف هو 67 عنصرا. جميع الأعداد التالية تصلح أن تكون أعدادا ذرية لعناصر ما عدا الـ 12 ونص. لاحظ العالم مندليف أن العناصر التي تكون في مجموعة واحدة يكون لها خصائص متشابهة. رتب مندليف جدوله على حسب الوزن الذري. أطلق العالم مصطلح العدد الذري على عدد البروتونات الموجبة موزلي. أضاف العالم المجموعة الصفرية لجدوله موزلي. إذا كان العدد الذري للعنصر 11، فإن العدد الذري للعنصر الذي يليه مباشرة في نفس الدورة، في نفس الدورة بتزود واحد، يبقى الإجابة 13. في جدول موزلي كل عنصر يزيد عما يسبقه في الدورة الواحدة بمقدار واحد بروتون. كل مما يلي من عيوب جدول مندليف ما عدا كان سيضطر للتعامل مع النظائر على أنها عناصر مختلفة، اضطر للإخلال بالترتيب التصاعدي للأوزان الذرية لبعض العناصر، تنبأ باكتشاف عناصر جديدة وقدر أوزانها الذرية، وضع أكثر من عنصر في خانة واحدة. طبعا دي كده من إيه؟ من المميزات مش العيوب. إلى من تنسب هذه الأعمال؟ أول حاجة اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية، طبعا هو العالم بور هو اللي اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية. صحح الأوزان الذرية المقدرة خطأ لبعض العناصر، والإجابة هي العالم مندليف. أول من عمل جدول دوري حقيقي، والإجابة هي العالم مندليف. اكتشف أن نواة الذرة تحتوي على بروتونات، العالم روذرفورد. أضاف المجموعة الصفرية إلى جدوله، العالم موزلي. رتب العناصر حسب أوزانها الذرية، العالم مندليف. وضع عناصر اللانسنيدات والأكتينيدات أسفل الجدول الدوري، وهو العالم موزلي. قسم عناصر المجموعة الواحدة إلى مجموعتين فرعيتين، هو العالم مندليف. رتب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب أعدادها الذرية، هو العالم موزلي. أطلق مصطلح العدد الذري على عدد البروتونات، هو العالم موزلي. اختر الإجابة الصحيحة. كل مما يأتي يميز الفئة دي عدا أنها يبدأ ظهورها من الدورة الرابعة، تقع في وسط الجدول، توجد في 10 مجموعات، تبدأ بالمجموعة 1B. طبعا هي دية الغلط، لأنها تبدأ بالمجموعة 3B. عنصر في الدورة الثالثة يعني عنده 3 مستويات طاقة، والمجموعة 13 يعني آخر مستوى طاقة فيه 3، عدد نيتروناته 14. يبقى هنا العدد الذري بجيبه ازاي؟ بقول عندي هنا 3 مستويات طاقة، الاولاني هيبقى فيه 2 والتاني دايما فيه 8، وهو بيقول لك في المجموعة 13، يعني تحط في الاخر 3، هتجمع كل دول يدوا 13. طب 13 ده عدد البروتونات، تجمعهم على عدد النيترونات اللي هو 14، يطلع العدد الكتلي بتاعك ب 27. العنصر الذي عدده الذري 15، يبقى نوزعه هيبقى 2 و8 و5، وده معناه ان اخر مستوى طاقة فيه 5 الكترونات. خواصه هتشبه العدد الذري للعنصر اللي اخره 5، لو وزعنا السبعة هنلاقيها 2 و5. العنصر الذي يقع في الدورة الثانية يبقى عنده مستويين طاقة، والمجموعة 3A يبقى اخر مستوى طاقة فيه 3،
يبقى الكي الأولاني فيه 2، 3 و2 5، يبقى العدد الذري 5. عدد العناصر غير المتوفرة بالقشرة الأرضية يبلغ طبعا 26 عنصرا. أي الأشكال البيانية يمثل علاقة بين عدد إلكترونات غلاف التكافؤ والعدد الذري لعناصر المجموعة الواحدة؟ طبعا كلما زاد العدد الذري كلما زاد عدد الإلكترونات غلاف التكافؤ، يبقى اللي هي العلاقة إيه التصاعدية دي أو العلاقة الطردية، يبقى الإجابة هتبقى الشكل ج. إذا كان العنصر X من الجدول الدوري يكون المركبات X2O3 و XCl3 فإنه يقع في المجموعة طبعا 3A، لأن لو عملت الـ X كده التكافؤ بتاعه يبقى ثلاثي بالمنظر ده كده، يبقى يقع في 3A. ما وجه التشابه بين العناصر في كل مجموعة في الجدول الدوري؟ كل مجموعة في الجدول الدوري بتتشابه العناصر بتاعتها في الخواص الكيميائية. أي الاختيارات الآتية يمثل أفضل وصف للدورة في الجدول الدوري؟ هي مجموعة عناصر في عمود واحد، جميع العناصر تحتوي على عدد محدد من النيوترونات، تحتوي على جميع اللي في الذات، مجموعة عناصر في صف واحد. طبعا هي أفضل حاجة إن هي مجموعة عناصر في صف واحد. عدد المجموعات التي تم تمييزها بالحرف A عددهم 7. عدد الدورات الأفقية في الجدول الدوري الحديث 7 دورات. يقع غاز الهيليوم HE2 في الفئة طبعا S، لأن عنده مستوى طاقة واحد اللي هو الكي، والكي يحتوي على مستوى فرعي بس اللي هو الS، لأن ده فيه 2 إلكترون. العنصر اللي في الدورة الثالثة وفي المجموعة الأولى معناها إن عنده 3 مستويات طاقة، وآخر مستوى طاقة فيه إلكترون، يبقى العدد الذري بتاعه 11. عنصر في الدورة الثانية واحتوي على إلكترونين في آخر مستوى طاقة، في الدورة الثانية عنده مستويين طاقة، الأولاني فيه 2 والأخير فيه 2، يبقى المجموع ب4. أي من الأزواج العناصر الآتية له خواص كيميائية متشابهة؟ الكي 19 والإي إل 13، وزعهم كلهم هتلاقي إن أنت عندك اللي متشابهين رقم د، ده آخره إلكترون وده آخره إلكترون. ما عدد دورات الجدول الدوري التي تقع بين دورة عنصر الهيدروجين H1 اللي هي الدورة الأولى وعنصر الأرجون 18 الدورة الثالثة؟ طبعًا عندنا دورة واحدة اللي هي الدورة الثانية. تتفق عناصر الدورة الواحدة في عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات. الشكل المقابل يمثل إحدى دورات الجدول الدوري الحديث، رقم هذه الدورة. هنوزع ال 15، 2، 8، 3، يبقى عندي 3 مستويات طاقة، يبقى الدورة الثالثة. العدد الذري لعنصر خامل يقع في الدورة الثالثة، في الدورة الثالثة عنده 3 مستويات طاقة، وبدام خامل يبقى آخر مستوى طاقة فيه 8، يبقى المجموع 18. العنصران X وY يقعوا في مجموعة واحدة، إذا كان العدد الذري للعنصر X ب 12 فإن العدد الذري للعنصر Y هيبقى تحت منه، بزود 8 يبقى 20. ضع علامة صح أو خطأ. عناصر الأقلاء تنتمي إلى الفئة B في الجدول الدوري، والإجابة خاطئة. أثناء التفاعل الكيميائي تفقد عناصر الأقلاء إلكترون وتحول إلى أيون سالب، والإجابة خطأ. الأقلاء تحفظ تحت سطح المياه، والإجابة خطأ لأنها بتحفظ تحت الكيروسين. يزداد النشاط الكيميائي في المجموعة 1A بالانتقال من أعلى إلى أسفل، والإجابة صحيحة. تتفاعل الأقلاء مع الماء وتحتم أحليل قلوية، والإجابة صحيحة. يستخدم النيتروجين المسال لحفظ قرنية العين، الإجابة صحيحة. كلور فلور استاتين موجودين في الطبيعة، الإجابة خطأ لأن الاستاتين يحضر صناعيا. ينتمي الكلور للهالوجينات السائلة، والإجابة غلط لأنه هالوجين غاز. يحل البروم مكان الكلور، الإجابة غلط لأن الكلور أنشط منه. تنتمي الهالوجينات إلى عناصر الفئة B، لو معمولة كده تبقى طبعا غلط لأن هي عناصر الفئة B اللي بالشكل ده. اختر الإجابة الصحيحة. تتميز عناصر فلزات الأقلاء بأنها رديئة التوصيل، جادة التوصيل، كثافتها عالية، تعطي محلول بالتفاعل مع المية. طبعا هي هتبقى جيدة التوصيل للكهرباء. فلز من الأقلاء يقع في الدورة الثالثة، يبقى عنده 3 مستويات، يبقى عدده الذري كام؟ بدم الأقلاء يبقى عنده إلكترون واحد في الآخر، يبقى 11. عناصر المجموعة 1A تسمى بالأقلاء. العناصر التالية تحفظ تحت سطح الكيروسين ما عدا الليثيوم، لأنه يحفظ تحت زيت البرافين. الصوديوم أكثر نشاطا من الليثيوم. أقل عناصر الأقلاء كثافة هو عنصر الليثيوم. تقع عناصر الأقلاء في يسار الجدول الدوري. أكبر عناصر الأقلاء حجما ذريا عنصر السيزيوم. تفاعل الصوديوم مع الماء أقوى من تفاعل نقط مع المية، تفاعل الليثيوم. يحتوي مستوى الطاقة الخارجي لعناصر الأقلاء على عدد 1 إلكترون. كل مما يلي من خصائص فلزات الأقلاء ما عدا يصعب تشكيله. كل مما يلي يطفو على سطح الماء ما عدا الروبيديوم بيغوص. يعطي البوتاسيوم أيون أثناء التفاعل الكيميائي أيون كي موجب. نقط هو أكبر عناصر الأقلاء كثافة، والإجابة هي السيزيوم. الترقيم الحديث لعناصر الأقلاء هو المجموعة 1. تحتوي عناصر الأقلاء على في مستوى الطاقة الخارجي على عدد كم إلكترون؟ 1.
عندما يتفاعل عنصر من المجموعة 1A مع عنصر من المجموعة 7A ينتج ملح. نقط يستخدم في حفظ قرنية العين النيتروجين المسال. يتركب جزيء الهالوجينات من نقط ذرة من ذرتين. يحل البروم محل اليود. صوب ما تحته خط في العبارات الآتية: كثافة الصوديوم نقط كثافة السيزيوم، هنقول كثافته أقل من السيزيوم. تكون عناصر الأقلاء أيونات موجبة تحمل شحنة واحدة موجبة، مش شحنتين، هتبقى شحنة واحدة موجبة. يحفظ الصوديوم والبوتاسيوم أسفل سطح المية، طبعا غلط، يحفظ الصوديوم والبوتاسيوم أسفل سطح الكيروسين. عنصر السيزيوم والروبيديوم أكبر كثافة من الماء، بدل أقل يبقى أكبر. تقع عناصر الأقلاء يسار الجدول وتنتمي للفئة B، طبعا الفئة S. الكلور هو الهالوجين الوحيد الصلب، والإجابة هي اليود اللي هو I. تكون جزيء الفلور من ذرتين. يستخدم النيتروجين المسال في نقل الحرارة، طبعا الصوديوم بدل النيتروجين، يعني الصوديوم السائل هو اللي بينقل الحرارة من قلب المفاعل النووي. تتفاعل الهالوجينات مع الفلزات وتكون ملح أو أملاح. تسمى عناصر المجموعة 17 باسم الأقلاء باسم الهالوجينات. في الشكل المقابل إحدى مجموعات الجدول الدوري الحديث، ما اسم هذه المجموعة؟ هنوزع 19 2 و8 و8 و1، بدم اسم المجموعة في آخرها 1 يبقى على طول المجموعة 1A أو اسمها عناصر الأقلاء. يلي يعجبك يا تقول الـ1A يا تقول عناصر الأقلاء. ما تكافؤ العنصر B؟ العنصر B تكافؤه أحادي. ما العدد الذري للعنصر A؟ طبعا ده 19 وانت طالع بتنقص 8 يبقى ده 11، وانت طالع بتنقص 8 يبقى العنصر A عدد الذري 3. ماذا يحدث عند اضافة B العنصر من المجموعة 17؟ يتكون ملح. اي هذه العناصر اكبر حجما ذريا؟ طبعا العنصر الاخير اللي هو D. ما رقم الدورة التي يمثلها هذا الشكل؟ طبعا بتوزع 13 2 8 3 يبقى الدورة الثالثة. ما نوع العنصر A و G؟ الـ A عبارة عن نوع فلز، والـ G هيبقى لا فلز. ليه؟ لأن طبعا ده بيقع في المجموعة الأولى وده بيقع في المجموعة 7A. ما العدد الذري للعنصر A؟ هنرجع كده ننقص 1 يبقى 12، ننقص كمان 1 يبقى عدد ذري في الـ A 11. مما يتكون جزيء العنصر G من ذرتين. أكبر العناصر صفة فلزية هيبقى على طول اللي هو الـ A. ماذا يحدث عند إضافة الـ A إلى المية؟ يتصاعد غاز الهيدروجين اللي هو H2 ويتكون محلول قلوي اللي هيبقى الصيغة بتاعته AOH، يعني العنصر كده اللي هو الـ A ومعاه OH بالمنظر ده. أكمل ما يأتي: عند تفاعل فلزات الأقلاء فإنها تفقد إلكترون مدارها الخارجي وتتحول إلى أيون موجب. أقل عناصر فلزات الأقلاء نشاطا هو الليثيوم، وأعلاها نشاطا هو السيزيوم CS. يطلق على عناصر المجموعة اسم الأقلاء المجموعة 1A. تفاعل الصوديوم مع الماء وتصاعد غاز الهيدروجين اللي هو H2. من الأقلاء التي تغوص في الماء الروبيديوم RB والسيزيوم CS، والتي تطفو على الماء الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم. تنتمي عناصر الأقلاء إلى الفئة S في الجدول الدوري الحديث. فلز من الأقلاء قع في الدورة الثانية يبقى عدد الذري 3، لأنه عنده مستويين طاقة وآخر مستوى طاقة فيه إلكترون، والكي في 2 يبقى 3. أنشط عناصر الأقلاء هو عنصر السيزيوم اللي هو CS. أكمل المعادلات التالية: 2K مع 2H2O هيدينا 2K اللي هو بوتاسيوم، وOH هيدروكسيد البوتاسيوم، وكمان هيتصاعد غاز الهيدروجين اللي هو H2 بالمنظر دوت. المعادلة الثانية 2H2 مع 2NaOH اللي هو الصوديوم، على طول هيدينا نفس اللي فوق 2NaOH اللي هو هيدروكسيد الصوديوم القلوي زائد الهيدروجين يتصاعد بالمنظر ده. تسمى عناصر المجموعة 17 بعناصر الهالوجينات. من أمثلة الهالوجينات الصلبة اليود، والسائلة البروم BR، والغازية عندنا الفلور والكلور. أنا بعملهم بالرموز. تكافؤ كلور أحادي، ولأن مستوى الطاقة الأخير فيه 7 إلكترون. تتفاعل عناصر المجموعة الأولى مع عناصر المجموعة السبعة وتكون على طول بتكون ملح. 2NA مع Cl2 هيدينا 2NaCl اللي هو كلوريد الصوديوم. Cl2 زائد 2KBr هيدينا 2KCl، لأن الكلور هيحل محل البروم، والبروم يطلع بره بالمنظر دوت Br2 بالشكل دوت. استخدم النيتروجين المسال في حفظ قرنية العين، بينما الكوبالت المشع 60 في حفظ الأغذية.
تستخدم شرائح السيليكون في صنع شرائح الكمبيوتر الإلكترونية. درجة غليان النيتروجين المسال سالب 196 درجة مئوية، ويحل الكلور محل البروم ومحل اليود لأنه هو يسبقهم في المجموعة. السؤال اللي بعده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. تتميز فلزات الأقلاء بأنها تتفاعل مع الماء مكونة محاليل قلوية. فلز من الأقلاء يقع في الدورة الثالثة، يبقى عدده الذري 11.